إنها نشرة الثانية والنصف من LBCI، نبدأها أولا بأبرز العناوين. رئيس المحكمة الدستورية المصرية يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للمرحلة الانتقالية. دمشق تشيد بإطاحة مرسي وتصفها بالإنجاز الكبير، وعباس لا نتدخل بالشؤون العربية. أهلا بكم. أدى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور اليمين الدستورية كرئيس انتقالي لمصر إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس جديد خلفا لمحمد مرسي الذي أطاحه الجيش، والذي تحدثت معلومات عن أنه محتجز في وزارة الدفاع. في غضون ذلك أمرت النيابة المصرية بتوقيف المرشد العام للإخوان ونائبه بتهمة التحريض على قتل متظاهرين. استفاق المصريون على مشهدين: أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل. الأول أداء رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر المستشار عدلي منصور اليمين رئيسا انتقاليا لمصر، ترافق مع اشتباك دار بين الشرطة ومحتجين على عزل الرئيس المصري أمام مقر المحكمة. وعقب أداء اليمين كان تأكيد من منصور أن جماعة الأخوان المسلمين جزء من الشعب وإنها مدعوة للمشاركة في بناء البلاد. والله رد فعل الإخوان المسلمين كل مسؤول عن نفسه. اللي حصل امبارح فرحة، يعني الشعب المصري كله كان مستنيها. أحب أقول بس خلاص هو كده فريق سيسي والشعب إيد واحدة. أما المشهد الثاني فكان نقل الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش إلى وزارة الدفاع فجر الخميس لاحتجازه بصورة وقائية، مع إمكان توجيه اتهامات ضده بحسب مسؤول مصري، بينما احتجز فريق مرسي في أحد المباني العسكرية، وذلك عقب إجراءات اتخذتها قوات الأمن من بينها توقيف 300 عنصر من جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين رشاد البيومي. هذا وأمرت النيابة المصرية بضبط أحضار المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر. كلنا موجودين في الميادين في مصر من الآن فصاعدا إلى أن يعود الرئيس الشرعي محمد مرسي إلى مكانه الطبيعي في قصر الرئاسة. هذا الشعب لن ينصاع، هذا الشعب لن يخشى القرباج، هذا الشعب لن يخشى الإعدام. وعلى وقع الاحتفالات الشعبية التي استمرت حتى الفجر، توالت ردود الفعل الدولية على تطورات مصر، فدعا الرئيس الأمريكي إلى انتخاب حكومة جديدة، فيما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه لتدخل الجيش. من جهتها أخذت باريس علما بانعقاد انتخابات جديدة، في حين دعت لندن إلى الهدوء. تزامنا هنأ العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس الانتقالي بتولي قيادة مصر، كذلك رحبت دول الخليج العربية بالإطاحة بمرسي. أما الأردن فأكد دعمه لمصر قيادة وشعبا في ظرف مفصلي. روسيا دعت جميع القوى السياسية إلى ضبط النفس في وقت التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت. الصحف المصرية الحكومية والمستقلة الصادرة الخميس أشادت بالإجماع بإطاحة الجيش بالرئيس، معتبرة أن عملية إقصائه نابعة من الشرعية الثورية للشعب. وعلى الصعيد المالي قفزت مؤشرات سوق المال المصري بشكل قياسي في الدقيقة الأولى من معاملة الخميس. وخارج مصر احتفلت الجالية المصرية في نيويورك بإسقاط مرسي. وكيف استفاق الشارع المصري اليوم بعد عزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم؟ لنطلع على أجواء القاهرة ننتقل إلى الزميلة ليال حداد نخلي عبر الهاتف. ليال، صفي لنا اليوم المشهد في مصر خصوصا بعد تأدية منصور اليمين الدستورية. نعم ريمي، يعني الشارع المصري لم ينم، الاحتفالات مستمرة منذ مساء أمس منذ صدور البيان العسكري اللي أعلن فيه عن خريطة الطريق للمرحلة المقبلة وعن عزل الرئيس السابق لمصر محمد مرسي. الاحتفالات مستمرة حاليا في مختلف الميادين، وإن كانت كل القوى دعت مناصرين إلى الانسحاب من الشارع وإلى وقف الاعتصام، ولكن بعض المعارضين مصرين على البقاء تحديدا في ميدان التحرير الى حين التاكد من تنفيذ المجلس العسكري المعارضه لخريطه الطريق اللي وضعت. هناك فرحه عارمه بالقاء القبض على القياديين من الاخوان المسلمين. كل الاخبار التي خرجت عن اعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي وعن اعتقال القيادي البارز في الاخوان المسلمين سعد الكتاتني زادت من فرحه الجمهور المصري المعارضين المصريين في الميادين. اذا الاحتفالات حتى الساعه مستمره في مختلف ميادين المصريه، في
الاتحادية وفي ميدان التحرير تحديدا وفي المحافظات. واللافت هو عودة حركة السير إلى طبيعتها. يعني بالأيام السابقة كانت حركة السير شوي خفيفة لا تشبه حركة السير الاعتيادية في أيام الأسبوع في شوارع القاهرة. اليوم عادت الحركة بسرعة إلى طبيعتها. هذه الصورة حاليا من القاهرة، كل الاحتفالات مستمرة، الشعب المصري لا يصدق أنه بهذه السرعة بخمسة أيام استطاع أن يعزل الرئيس محمد مرسي. رني الزميلة ليا الحداد نخلي مباشرة من القاهرة، شكرا لك. من هو المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر؟ بلادي 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 لك حبي وفؤادي، أنشدها عدلي منصور في جلسة إعلانه رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية. قبل أيام عين الرئيس المخلوع محمد مرسي عدلي منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، إلا أن هذا الشعب أراد الإطاحة بمرسي والجيش المصري تلقف الطلب فتم الأمر. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي. بدأ منصور مسيرته بشكل ممتاز، فحيا كل القوى السياسية ودعاها إلى الاجتماع لبناء الوطن، حيا الإعلام والجيش والقضاء، وأقسم على حماية الناس، وهو الآتي أساسا من مناخ القضاء والعدل، فأمضى أكثر من 40 عاما في المحاكم المدنية والجنائية، وأكثر من 20 عاما في عضوية المحكمة الدستورية العليا. إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم. عدلي منصور ثاني رئيس مؤقت في مصر وأول رئيس مسيحي، ما يجعل الأحزاب الإسلامية الداعمة لمرسي أكثر شراسة وعداء للتغيير الحاصل في مصر. عدلي منصور رجل غامض آت من خلف القضاء، سيكشف أسراره بنفسه في هذه المرحلة الانتقالية. ما هي أبرز إنجازات وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن أمس عزل الرئيس محمد مرسي؟ إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. هو الفريق أول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير للدفاع منذ 12 آب 2012، اسم يردده العالم الآن. اختاره الرئيس المصري في حينه محمد مرسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة خلفا للمشير محمد حسين طنطاوي، ورقاه من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول. تخرج السيسي من الكلية الحربية عام 1977، عمل في سلاح المشاة وعين قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، من مواليد القاهرة عام 1954، ويقال إنه من أشد المعجبين بجمال عبد الناصر. على ضوء الأحداث التي تعيشها مصر وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، برز السيسي كاسم فرض نفسه بقوة على المشهد وازداد تأثيره يوما بعد يوم، لا سيما بعد أن حدد للرئيس محمد مرسي مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب المصري، وحين أكد في أحد تصريحاته انحياز الجيش لإرادة الشعب قائلا: الموت أشرف لنا من أن يمس أحد شعب مصر في وجود جيشه. هذه التصريحات لقيت إعجاب المتظاهرين في الميادين، وراحوا يرددون شعارات موالية للجيش مثل: انزل يا سيسي، مرسي مش رئيسي. طور السيسي منذ توليه منصب وزير الدفاع بناء القوات المسلحة، وجدد دماء الجيش بقيادة شابة، كما زاد من جهوزيته العسكرية والتدريبية، إضافة إلى تنفيذ عدد كبير من المناورات والمشروعات التدريبية. وللإعلام حصة في كل مشهد عربي. أم هو يتحدث من وجهة نظره، أم أنه يجب أن يقبح جماعه؟ هكذا أوقف بث قناة الجزيرة من القاهرة بعد اقتحام قوات الأمن المصرية مكتب القناة أثناء البث المباشر ليلة الأربعاء. أما في مدينة الإنتاج الإعلامية فضبط 35 من مالكي القنوات الدينية التي أغلقت جميعها بقرار من وزير الداخلية ضمن إجراءات استثنائية اتخذتها الوزارة خلال ساعات بعد عزل محمد مرسي من منصبه، فأغلقت قناة مصر 25 والرحمة والناس والحافظ. أطلق سراح العاملين في القنوات الدينية بعد ساعات من اعتقالهم، لكن في المقلب الآخر كان عمر أديب يحتفل في برنامجه القاهرة اليوم بقرار عزل مرسي بهستيرية. عالمي حبيبي يا نور عيني
بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا مصر ام الدنيا، مصر اللي محدش يعرف يدفنها بالحياه، مصر اللي ما ينفعش ترجع للعصر الجاهلي. مصر هي اعظم دوله في الدنيا، العالم كله واقف دلوقتي بيتفرج عليكم، بيتفرج على علم مصر. كلكم كلكم قدام العالم، كلكم في الصوره، كلكم في الميدان. انتوا اعظم شعب نزل في التاريخ، انتوا عملتوا اللي ما يتعملش. الاعلام المصري كمشارعه، اعلاميون يحتفلون بانتصار الثوره الثانيه واخرون يعزلون من عملهم كما مرسي. شعارات شعبيه صبغت وواكبت التغيرات في المنطقه. في ثورة 30 يونيو فعلها المصريون مجددا بعزل محمد مرسي. في الشوارع كان المصريون يسقطون النظام على طريقتهم الخاصة بشعارات مبتكرة، وهذا غيض من فيض. صوت المرأة ثورة ثورة، صوت المرأة ثورة ثورة، ارحل يا ابني ثانية، ارحل يا ابني ثانية، ارحل ارحل يا ابني الجزمة، ارحل ارحل يا ابني الجزمة، ما بقاش فيكم ليست هذه الشعارات مجرد كلمات يرددها البعض هنا وهناك لتمضية الوقت، فهي باتت ركنا من أركان الثورة في مصر وغيرها لإيصال رسالة إلى كل رئيس يثور عليه الشعب. ارحل يعني امشي، ارحل يعني غور، ارحل يعني امشي، ارحل يعني امشي، ارحل يعني امشي، ارحل يعني امشي، يلي ما تفهمش، يلي ما تفهمش. يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته الرسمية لبيروت، وهو زار في اليوم الثاني عين التيني حيث أقيمت التشريفات الرسمية على شرفه، وبحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في آخر التطورات. وكان عباس زار السرايا الحكومية حيث أقيمت على شرفه تشريفات رسمية أيضا، عقدت بعدها محادثات بين الجانبين تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة. وقد تطرق الرئيس الفلسطيني إلى مسألة السلاح داخل المخيمات. نحن بصراحة لسنا بحاجة إلى سلاح، نحن محميون من الشعب اللبناني والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية. فعندما تقول الحكومة اللبنانية نحن نريد أن نسحب السلاح من خارج المخيمات، نحن علينا السمع والطاعة. إذا أرادوا أيضا أن ينظموا السلاح في داخل المخيمات أو يجدوا أي طريقة تناسبهم فعلينا السمع والطاعة، نحن ضيوفهم في هذا البلد، وبالتالي ما يقرر ينفذ. الرئيس عباس توجه أيضا إلى ساحة الشهداء حيث وضع إكليلا من الزهر على نصب الشهداء في احتفال رسمي شارك فيه عدد من الوزراء والفعاليات الاجتماعية. وقد عزفت موسيقى الجيش معزوفة الموت ولازمة نشيد الشهداء والناشدين الوطني للفلسطيني واللبناني. القاضي صقر تسلم من مخابرات الجيش الموقوفين في حوادث عبرة مع التحقيقات الأولية، والمزيد من التفاصيل في اتصال هاتفي مع الزميل بسام أبو زيد. بسام. نعم، كما ذكرت ريمي، فقد تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من مخابرات الجيش ملف اشتباكات عبرة بين الجيش ومسلحي الشيخ أحمد الأسير، إضافة إلى الموقوفين في هذا الملف. وبعدما اطلع على ما ورد فيه من أدلة واعترافات، ادعى القاضي صقر على 27 موقوفا و10 غيابيا، ليصل عدد المدة عليهم الى 37 بمواد تصل عقوبتها الى الاعدام. ومن بين المدة عليهم غيابيا الشيخ احمد الاسير واثنان من ابنائه، اضافة الى احد اشقائه وفضل شمندر المعروف بفضل شاكر وشقيقه محمد شمندر، واحالهم جميعا الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدة. مصادر امنية اكدت للـ LBCI ان في ملف اشتباكات عبر اعترافات وأدلة واضحة على أن الشيخ الأسير هو شخصيا أعطى الأوامر بإطلاق النار على وحدات الجيش اللبناني في منطقة عبرة. وأكدت هذه المصادر أن الشيخ الأسير لا يزال على قيد الحياة، معربة عن اعتقادها بأنه لا يزال مع المجموعة التي فرت معه في منطقة صيدا، وأن الأجهزة الأمنية مصممة على إلقاء القبض عليه، وهي تراقب كل ما يتعلق به عن كثب، وهي تنتظر اللحظة التي سيتحرك فيها لتنقض عليه وتحضره أمام القضاء المختص. ريمي. زميل بسام أبو زيد، شكرا لك.
رأى الرئيس أمين الجميل خلال زيارته صيدا عقب الحوادث الأخيرة أن ما حصل في المدينة دليل قاطع على أن لا حل ولا أمن واستقرار في لبنان إلا بالعودة إلى كنف الدولة، لافتا خلال زيارته النائب بهية الحريري لأن العبرة من أحداث صيدا أنه لا مجال إلا بالتخلص من كل البؤر الأمنية التي تتناقض مع مفهوم السيادة اللبنانية. هذا اللي حصل في صيدا هو دليل جديد ودليل قاطع انه لا حل ولا امن واستقرار ولا سلام الا ما نعود الى كنف الدولي، ترجع الدوله هي تكون تتحمل مسؤوليه اتجاه المواطنين، ما يكون في الا سلاح واحد، سلاح الدوله، السلاح الشرعي. نحن بامس الحاجه الى خطه وطنيه والتقاء وطني، لقاء وطني واسع حتى نعالج هذا الامر ونتخلص من كل ما هو خارج عن اطار الشرعيه. دعا أئمة وخطباء المساجد في بيروت بعد اجتماع للعلماء في دار الفتوى إلى وحدة الموقف وتضافر الجهود لدرء الفتنة، وتوافق على ضرورة ضبط الخطاب الديني بما يخفف من وحدة الغليان والعصبية والتطرف. أكد البيان أن الجيش اللبناني هو ضمانة أمن واستقرار لبنان، لكنه طلب في الوقت عينه من قيادة الجيش أن تتعامل مع جميع اللبنانيين على قدم المساواة وأن تنظر لجميع المسلحين بعين واحدة، كما طالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم يطلقوا النار على الجيش وإيقاف حملة الاعتقالات والمداهمات. وتتابعونا في النشرة، ولكن بعد الفاصل، السفير السوري في الرابي. أهلا بكم من جديد. أعلن وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي أن اجتماعا لمسؤولين خليجيين في الرياض يبحث في وضع آلية ترصد تنقلات ومعاملات حزب الله المالية والتجارية في الدول الخليجية الست، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ توصيات لرفعها إلى وزراء الداخلية. في الشأن السوري، الأسد يجدد اتهامه الغرب بإرسال مجموعات إرهابية تكفيرية إلى سوريا للتخلص منها، والائتلاف السوري المعارض يجتمع في تركيا لتعيين رئيس لها. الأنظار تتجه إلى تركيا حيث انطلق اجتماع الجمعية العامة لائتلاف المعارضة السورية، والهدف إلى تعيين رئيس جديد له وتشكيل جبهة موحدة والتي تشكل مطلبا لدى الدول الراعية لاتفاق جنيف، خصوصا واشنطن وموسكو، بهدف المشاركة فيما بات يعرف بمؤتمر السلام. وفي مقابل سعي الائتلاف على مدى يومين إلى توحيد المعارضة على أمل إمداده بالأسلحة من الدول الغربية، تتواصل على الأرض المعارك المحتدمة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة. وعلى أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مواصلة الجيش حملته على الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حمص دون تحقيق تقدم، مؤكدا تعرض بعض المناطق للقصف بالطيران الحربي منذ فجر اليوم مع استمرار الاشتباكات العنيفة على أطراف حي باب هود والخالدية. في المقابل أظهر تلفزيون سوري لقطات لعمليات ينفذها الجيش عند أطراف حي باب هود، كما بث تقريرا عرض فيه لأسلحة أكد أن المعارضة تمتلكها وأن مصدرها بريطاني وأمريكي بتمويل سعودي وقطري بحسب التقرير، من بينها صواريخ سام 7 وصواريخ حرارية مضادة للطائرات تطلق من على الكتف. ومع الإعلان عن تجدد الاشتباكات في حلب، أكد الجيش إحباط محاولة سيطرة المسلحين على سجن حلب المركزي، فيما نشر نشطاء عبر اليوتيوب فيديو يظهر استهداف مطار حلب الدولي من قبل لواء التوحيد بالصواريخ. هذا وأعلن عن استهداف معاون وزير العمل السوري ركان إبراهيم بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته في حي البرامكة وسط العاصمة دمشق، وهو أمر غاب عن إعلانه الإعلام الرسمي التابع للحكومة. رأى السفير السوري علي عبد الكريم علي أن التضخيم الذي جرى حول زيارة السفير السعودي إلى الرابي لا مبرر له، واضعا إياها في إطار الاستقبالات الدورية للسلك الدبلوماسي في لبنان. ولفت علي بعد لقائه العماد ميشيل عون إلى أن موقف الأخير من المقاومة واضح، كما في انتصار سوريا في نهاية المطاف. التضخيم الذي جرى حول زيارة السفير السعودية بالأمس لا أرى لها مبررا، وخاصة أنها ضمن استقبالات مستمرة للجنرال عون لكل السفراء. أنا أظن أن زياراتي للجنرال عون عشرات أضعاف زيارات السفير السعودي. عندما يعني تم تمرير
كثير من الانتهاكات بالسلاح وبالمسلحين عبر الحدود. هذا ترى سوريا ضرورة معالجته بمنطق أخوي وبمنطق يقوي لبنان ويحفظ سيادة لبنان وسلامة لبنان. في الذكرى السنوية 31 على اختطاف الدبلوماسيين الأربعة في لبنان، أكد السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي خلال زيارته ووفد من عائلات المختطفين الوزير عدنان منصور، أكد أن كل المتابعات تدل على أنهم لا يزالون على قيد الحياة وفي سجون الإسرائيلية. بدورها حملت مستشارة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة مريم مجتهد زادة الحكومة اللبنانية المسؤولية في كشف ملابسات هذه القضية. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للأوضاع السياسية والأمنية السائدة راهنا في لبنان وخطوات معالجتها. سليمان رأس اجتماعا وزاريا أمنيا تم في خلاله متابعة البحث في موضوع داتا الاتصالات ودورها في كشف الجرائم والارتكابات في هذه الفترة والتدابير اللازمة الآيلة إلى المساعدة في درء الأخطار والحفاظ على الاستقرار. وفي ساحة النجم جلسة مشتركة للجان النيابية درست مشروع القانون الرامي إلى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العامة. وخلصت الجلسة إلى تشكيل لجنة برلمانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمتابعة درس الملف بمهلة شهرين. في مطار رفيق الحريري الدولي اعتصم موظفو الملاحة الجوية لساعتين مطالبين بإدراج الجدول المالي لموظفي الملاحة الجوية ضمن سلسلة الرتب والرواتب التي أحيلت أخيرا إلى مجلس النواب. في النشرة ولكن بعد الفاصل، خط هاتفي ساخن بين الكوريتين. وإلى أخبارنا العربية والدولية، وصل الرئيس البوليفي إيفو موراليس مساء إلى بوليفيا بعد توقف طائرته بشكل اضطراري في مطار فيينا خلال عودتها من موسكو بعد الاشتباه بأنها تقل المستشار السابق لدى الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن الذي تتهمه واشنطن بالتجسس. وبعدما أكد مسؤولون نمساويون أن سنودن ليس على متن الطائرة بعد السماح لهم بتفتيشها، تمكنت طائرة موراليس من الإقلاع وتوقفت في طريق عودتها في إسبانيا والبرازيل للتزود بالوقود. اقترحت كوريا الجنوبية عقد محادثات مع كوريا الشمالية بهدف استئناف تشغيل منطقة صناعية مشتركة قرب الحدود الشديدة التحصين بين البلدين، وذلك بعد 3 أسابيع فقط من فشل محاولتهما السابقة للحوار بسبب خلاف بروتوكولي. وقدم العرض خلال خط هاتفي ساخن أعاد بيونغ يانغ تشغيله ليلة الأربعاء وسط ضغوط من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة كيسونغ الصناعية التي تسجل خسائر مرتفعة. بهذا الخبر نختم النشرة، إلى اللقاء.